بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابنا إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أول محاضرة من محاضرات الكورس التدريبي الكبير أساسيات أو هندسة تكنولوجيا الحفر ومواعي الحفر بمستوى الأساسي والمستوى المتقدم Basic and Advanced Drilling and Drilling Fluids Technology. طبعا هذه المحاضرات مرتبة بشكل متسلسل بحيث أن أول شيء رح نبدأ في عرض المعلومات الأساسية وبعد ذلك نبدأ في عرض المعلومات المتقدمة وأيضا نقوم بعرض المعلومات الاحترافية اللي رح تفيدنا في سوق العمل. أول محاضرة اليوم رح نتكلم على بعض الحسابات المهمة في الحفر، وهذه الحسابات طبعا رح نستفيد منها في الدروس المتقدمة وفي الدروس القادمة، لأن بعض الأساسيات مثلا زي حسابات السرعة وحسابات الأحجام والفوليوم هذه تعتبر مهمة جدا في حسابات متقدمة خاصة في الويل كنترول. فأول محاضرة على بركة الله نبدأ بالحديث عن بعض الحسابات الرئيسية المهمة في الحفر، رح نحاول نشرحها وناخذ أمثلة عملية إلى جانب أن نحن رح نستعين بالمراجع ورح نتكلم على بعض المعلومات الموجودة في المراجع. هذا البرنامج التدريبي برعاية طبعا مركز الجوب للدورات النفطية والطاقات المتجددة واللي هو رح يتبع لشركة الجوب للخدمات النفطية. أول موضوع يهمني وهو حساب الانترنال كاباسيتي لأنابيب الحفر. نحن نعرف أن عندنا مجموعة أنابيب حفر تستخدم في الحفر، هذه الأنابيب اللي هي دريل بايب والهيفي ويت دريل بايب ودريل كولر. فيجب أن نحن نعرف السعة الداخلية أو مقدار الحجم الذي تحتويه هذه الأنابيب، الحجم الداخلي أو السعة الداخلية، واللي على ضوء هذه السعة نستطيع أن نحن نحسب كمية المد أو كمية سائل الحفر أو كمية البراين المحلول الملحي أو حتى السعة الداخلية الكلية لأنابيب الحفر. أول شيء رح نستخدمه اللي هو حساب الانترنال كاباسيتي فاكتور اللي هو حساب السعة الداخلية لأنابيب الحفر. طبعا نحن رح نشتغله بوحدات البرل والفوت، هي الوحدات المستخدمة في الأويل فيلد ستاندر، يعني هي الوحدات الحقلية المعتمدة. لحساب السعة الداخلية لأي أنابيب سواء كان أنابيب الحفر أو أنابيب دريل بايب أو الهيفي ويت دريل بايب أو دريل كولر أو حتى أنابيب التغليف اللي هي كيسينج، رح نستخدم هذا القانون ID تربيع ل1029.4. الID هي القطر الداخلي لأنابيب الحفر مقدر بوحدة الإنش، و1029.4 هو تاب التحويل. الID هي القطر الداخلي لأنابيب الحفر مقدر بالإنش. For example، طلب منك تحديد الانترنال كاباسيتي فاكتور السعة الداخلية لأنابيب الحفر. أنابيب الحفر اللي أعطاه لك الID أو القطر الداخلي هو 6.1/8 إنش، لو قسمنا 1/8 حقت 6.125. المهم طلب منك حساب السعة الداخلية لأنابيب حفر قطرها 6.18. فلو خدينا نحن 6.125 وربعناها، طبقنا هذا القانون وقسمنا لعشر 0.4، رح نتحصلوا على السعة الداخلية للأنابيب الانترنال كاباسيتي فاكتور اللي رح تساوي 0.0364 برميل لكل قدم. بينما نحن لما حسبنا السعة الداخلية لأنابيب الحفر اللي هو الانترنال كاباسيتي فاكتور ومعامل السعة الداخلية لأنابيب الحفر، شو رح نستفيده منه؟ رح نستفيده منه هو حساب الفوليوم، لأن الفوليوم مقدار ما تحتويه هذه الأنابيب هو عبارة عن الانترنال كاباسيتي فاكتور اللي حسبناه مسبقا مضروب في طول هذه الأنابيب واللي رح يكون أصلا هو طول البير اللي نحن واصلين له. فهنا رح نستخدم هذا القانون، الفوليوم رح يساوي الانترنال كاباسيتي فاكتور مضروبة في الطول. الفوليوم رح يكون وحدة القياس برل اللي هو البرميل، والانترنال كاباسيتي حسبناها سابقا اللي هي برل لكل قدم، واللينت اللي هي الطول بتاع انابيب الحفر او طول البير العمق اللي نحن عنده قاعدين بالقدم. لو خدينا اكزامبل انترنال كاباسيتي فاكتور اللي حسبناها سابقا 0.0364 هذه لمن ولي انابيب الحفر، فلو قال لك انه هول لينت يعني طول الهولة اللي هو نفسه طول الانابيب هو 3000، فهذه الانابيب اللي انت حسبتها حسبت لها الكاباسيتي كم تحتوي من مد أو كم تحتوي من براين أو كم السعة الداخلية الفوليوم كم؟ فناخذ السعة الكاباسيتي اللي نحن حسبناها الانترنال نضربها في الطول يعطيني 109.2. 109.2 هو عبارة عن حجم الأنابيب
في الداخل او الانترن الحجم الداخلي لانابيب الحفر سواء كان دريل بايب او دريل كولر او هيفي ويت دريل بايب. بنفس الاسلوب اللي درناه مع الانترنال كاباستي ندير نفس الاسلوب مع الانيولار كاباستي. الانيولار كاباستي هو عباره عن حساب الحجم ما بين انابيب الحفر وما بين الكيسنج او ما بين انابيب الحفر والفورميشن وما بين الهيفي ويت دريل بايب والفورميشن وما بين الدريل كولر والفورميشن. يعني نحن نحسبه في السعه الداخليه البينيه او الحجم الفراغ الحلقي. هنا الانيولار كاباستي راح يكون قانونها اي دي تربيع ناقص او دي تربيع ل 10^29.4. انتبه جيدا، الاي دي هنا الموجوده في هذه في هذا القانون، الاي دي هي عباره عن القطر الداخلي للهول او القطر الداخلي للكيسنج، القطر الداخلي للهول او القطر الداخلي للكيسنج. القطر الداخلي للهول هو عبارة عن البت اللي نحفر به او الفاس، اذا كان نحفر ب 12.5 معناها راح يكون عندي الاي دي للهول 12.5. والكيسنج طبعا نقدر ناخده من التيبل او من الجداول ستاندرد، راح نوريها لكم في نهاية هذه المحاضرة. المهم اللي يهمني ان الاي دي مقصود بها هنا القطر الداخلي للهول او القطر الداخلي للكيسنج. طبعا الهول عنده قطر داخلي فقط، يعني عنده اي دي ما عندهش او دي، بينما الاو دي هنا هي القطر الخارجي لانابيب الحفر الاوتسايد دايميتر لدريل بايب او دريل كولر او هيفي ويت دريل بايب. رح ناخذ اكزامبل الهول سايز، اعطاني 6.18، يعني الهول سايز هو عبارة عن القطر الداخلي اللي الاي دي نحفر ب 6.18، والدريل بايب اللي هو الاو دي 3.5، الاو دي بتاع البايب الخارجي للقطر الخارجي، فهو بيحسب الفوليوم او السعة او الحجم اللي ما بين الدريل بايب وما بين الهول سايز. طبقنا هذه العلاقة، اي دي اللي هو 6.125 تربيع ناقص الاو دي على الانابيب قسمنا ال 10^29.4 اعطاني هذه الكباستي، هذه الكباستي برميل لكل قدم. بنفس الأسلوب أيضا لو كان عندي الطول رح نستطيع أننا نحسب كم الفوليوم الموجود في الأنيولار. الأنيولار فوليوم كان بي نستطيع أن نحن نحدده عن طريق استخدام هذه العلاقة، الأنيولار كباستي اللي حسبناها مسبقا مضروبة في اللينت بتاع الأنيولار. يعني لو خدينا اكزامبل أنيولار كباستي كان 0.0245 وكان اللينت بتاع الأنيولار اللي هو القطر الطول بتاع الفراغ الحلقي اللي هو الأنيولس كان حوالي 1000 قدم، بمجرد من حضربنا 1000 في الكباستي يعطيني 24.5. يعني الفراغ الحلقي اللي طوله 1000 قدم يشيل مد أو سعة أو براين مقداره 24.5. نجي الآن لموضوع آخر مهم، البايب ديسبليسمنت. البايب ديسبليسمنت المقصود به هو لما ناخذ أنابيب حفر أو ناخذ كيسنج على سبيل المثال وننزل في داخل البراين أو سائل الحفر، فهذا الكيسنج أو أنابيب الحفر رح يشغل حيز، رح يشغل حجم، ونتيجة لغمرة في المحلول سواء كان براين أو مائع حفر فإن في كمية من المد أو من البراين راح تخرج نتيجة للديسبليسمنت للإزاعة اللي دارها هذا البايب. فالمقصود بالبايب هو الحجم الذي يشغله أو تشغله الأنابيب في أثناء غمرها في المحلول الملحي اللي هو البراين أو في مواعي الحفر، أو كمية المد أو البراين الناتجة عن عملية إقحام أو غمر أنابيب الحفر في داخل المحلول. طبعا نحن نحسب في البايب ديسبليسمنت عن طريق القانون او دي تربيع ناقص اي دي تربيع ل 10^29.4. او دي هي القطر الخارجي للانابيب سواء كان دريل بايب هيفي ويت دريل بايب دريل كولر او حتى كيسنج او تيوبولر اللي ننزله فيه في نهايه الحفر، والاي دي هي القطر الداخلي للانابيب. حاصل طرح 2 يعطيني الستيل او الكميه الماده هذه اللي بمجرد ما نغمرها في ماء الحفر راح تاخذ حيز وتاخذ الحجم، هذا الحيز او الحجم يكافي كميه المحلول اللي تم ازاحتها عن طريق غمر هذه الانابيب. بس انتبه هنا البايب ديسبليسمنت او دي تربيع ناقص اي دي تربيع، نبي نميزها على القانون الاخر اللي هو الانيولار كاباستي. الانيولار كاباستي اي دي تربيع ناقص او دي تربيع، الاي دي بتاع الهول او الكيسنج، والاو دي هي بتاع الدريل سترينج سواء كان دريل بايب دريل كولر هيفي ويت دريل بايب. بس هنا او دي تربيع هي الاوت دايميتر بتاع البايب، والاي دي هي الانر دايميتر بتاع البايب. فور اكزامبل اعطاني كيسنج 958 اعطاني وزن 40 باوند بير فوت
وعطاني الاو دي والاي دي وقال نبو نحن نعرف كم الحجم او الحيز اللي يشغله هذا الكيسنج او كم كميه المد او الماء الحفر التي تخرج نتيجه لغمر هذا الكيسنج فيه. فعلى طول راح نستخدم البايب ديسبليسمنت او دي تربيع اللي هي 9.625 كما تشوف الربحها ناقص الاي دي 8.835 تربيع ل 10.24.4 يعطيني 0.0 14 17. هذه هي السعة أو مقدار السعة الداخلية أو الكاباسيتي الخاصة بايب ديسبليسمنت أو كاباسيتي دريل سترينج الناتج عن عملية غمرة في المحلول الملحي أو البايب ديسبليس. المهم أنا نميز ما بين البايب ديسبليسمنت وما بين الأنيولر كاباسيتي. الموضوع الآخر المهم جدا البونسي فاكتور معامل الطفو. هذا المعامل مهم جدا ويستخدم على نطاق كبير ونطاق واسع خاصة في عمليات الويل كنترول، وراح نقول لك شن راح نستفيد من الابليكيشن أو استخدامه. بس خلونا في البداية نحسبه البونسي فاكتور. معامل الطفو شو يساوي؟ يساوي 65.5 ناقص المد ويت على 65.5. 65.5 هي عبارة عن الدينستي الخاصة بالستيل، لأن أغلب الأنابيب وأنابيب الحفر والكيسنج والتيبولار كلها تستخدم في الستيل. إكزامبل أعطاني مد ويت 13، قال لي كم معامل الطفو لهذا المد؟ بمشارة منطبق القانون 65.5 ناقص 13 على 65.5 يعطيني 0.815، هذا معامل الطفو. وعلى فكرة في جداول قياسية تستخدم هذه الجداول لاستخراج معامل الطفو عند اي مد ويت يعطي لك مثلا 9.5 نقدر نطلع معامل الطفو اللي هو 0.855. باش استخدامات معامل الطفو. معامل الطفو يستخدم بشكل رئيسي في تحديد الوزن للانابيب بعد غمرها في مائع الحفر، لان نحن لما نديروا ديزاين لانابيب الحفر ونبوا منها مثلا ويت معين على سبيل المثال فرضا نقولوا 350 كيلو باوند، لكن عندما تغمر أو توضع في ماء الحفر رح يقل الويت إلى 280.5 كيلو باوند، وبالتالي يجب مقدار الانخفاض أن يؤخذ في الاعتبار، لأن هذا رح يأثر على الحفر. أنا بوزن معين على الفاس، فمش معقول أن نصمم فوق في السيرفس 350 ولما ننزل أنابيب الحفر في المد رح يقعد الويت 280، وهذا أمر غير مقبول. لهذا نحن عشان نوصل لل 280.5 يجب أن نصمم 350 مقدار الفقد، ونحسب مقدار الفقد اللي رح يعطيني الويت المطلوب. خلينا نشوف هذا الكلام بالرياضيات. قالك عشان تحسب الويت بتاع الدريل سترينج الويت اللي ناتج من الطفو، جيب الويت اللي انت قسته فوق في الاير بدون طفو واضربه في معامل الطفو، رح يعطيك الويت الفعلي الحقيقي اللي رح يكون عندك اثناء عملية الطفو. For example determine حدد لي وزن الدريل سترينج لما نحن دخلناه على ويت الوزن بتاعه 13، علما بان الاير ويت اوف سترينج المقصود به يعني هو الوزن السترينج في الخارج يعني في السيرفس قبل الطفو يعني في الاير 350 كيلو باوند. اوكي راح نطبق القانون. هو اول حاجه نحسب البونسي فاكتور 65.5 ناقص 13 على 65.5 يعطيني 0.815. نطبق القانون، وزن السترينج بعد عملية الطفو راح يساوي وزن السترينج قبل عملية الطفو مقاس في الهواء اللي هو 350، ونضربه في معامل الطفو اللي هو 0.815 يعطيني 280.5 كيلو باوند. إذا لما ناخد 350 كيلو باوند ويت سترينج ونديره في او نغمره في الدريلينج فلويد او في البراين راح يقل الويت 280.5، وهذا الانخفاض يجب ان يؤخذ في الاعتبار. لهذا عشان نوصل لل 280.5 ضروري نكون الوزن فوق 350 كيلو باوند عشان نوصل للويت اللي انا نبي او الويت المطلوب. السؤال المهم أيضا يتكرر في عمليات الحفر، يسأل ديما خاصة في امتحانات القبول، ومرة جاء هذا السؤال في امتحان قبول شلمبرجير، وهو أن ما هو الفرق ما بين الترو فيرتيكال ديبت وما بين الميجر ديبت. الترو فيرتيكال ديبت هو عبارة عن البعد العمودي أو البعد الرأسي
من الفأس مكان الفأس اللي هو هنا مكان الفأس إلى السطح، هذا البعد الرأسي يقولوا له True Vertical Debit، يعني هو True Vertical Debit يقاس من السيرفس إلى مكان الفأس، لكن الميجر الدبت هو البعد المقاس أو البعد الحقيقي أو الكمية الكلية المسافة التي قطعها الفأس، فهذه يقولوا له شنو الميجر الدبت. True Vertical Debit غير الميجر الدبت. True Vertical Debit البعد العمودي بين الفأس والسطح، والميجر الدبت هي المسافة الفعلية التي قطعها الفأس. الترو فيرتيكال دبت عند استخدامات، والميجر الدبت عند استخدامات. فالترو فيرتيكال دبت يستخدم في حساب الهيدروستاتيك بريشر، ويستخدم في حساب مقدار الهبوط في الهيدروستاتيك بريشر أثناء عملية البولاوت إخراج الأنابيب، ويستخدم في عملية تقدير درجة حرارة الطبقات، ويستخدم أيضا الترو فيرتيكال ديبت في حساب مقدار فقدان في الهيدروستاتيك براشر نتيجة لعملية سحب الأنابيب. يستخدم الترو فيرتيكال ديبت في الكيل مود ويت، ويستخدم في الفورميشن براشر فروم كيك أناليسز، يعني كيف نحن نحدد الفورميشن براشر من معلومات الكيك. يستخدم أيضا في اختبار الأو تي، ويستخدم في اختبار الاف اي تي، ويستخدم أيضا في حسابات الإي سي دي وهي خاصية مهمة راح تكون فيها محاضرة مفصولة، ويستخدم أيضا في اختبارات الدي اس تي. هذه هي استخدامات الترو فيرتيكال ديبت. أما استخدامات الميجر الديبت، الميجر الديبت يكون استخداماته محصورة فقط في الأنيولار فوليوم، في الدريل سترينج اند تيوبولار فوليوم، في حسابات الخاصة بالويل كنترول زي الستوكس بامب، وفي أيضا الدريل سترينج والأنيولار، وأيضا يحسب كذلك أثناء عملية عمل مخطط للبرشر في الطرق المستخدمة لقتل البير اللي هي طريقة الويت اند ويت ميثود ويل كنترول. فالميجر الدبت الاستخدام الرئيسي هو أي شيء في الأنيولار فوليوم، أي شيء في الأنيولار فوليوم يستخدم طبعا الميجر الدبت. أنا في هذه المحاضرة تركت لكم جداول، بس الجداول رح نمشي لها من المصدر الرئيسي. لو جينا للمرجع رقم واحد، في المرجع رقم واحد اللي أعطيت لكم الكتاب، تمشوا لحاجة اسمها تشارتس أند تيبولس. تشارتس أند تيبولس رح تلقى تيبولات ستاندر اي بي اي. هذا تيبل خاص بدريل بايب كاباسيتي اند ديسبليسمنت. هذا التيبل هو الاي بي اي اللي احنا نشتغلوا به، يعطيك انواع الدريل بايب المستخدمه، يعطيك الاو دي بتاع الدريل بايب القطر الخارجي سواء كان بالانش او بالمليمتر، ويعطيك الاي دي بتاعه اللي هو سواء كان بالاي بالانش او بالمليمتر، ويعطيك الويت، ويعطيك الكاباسيتي، ويعطيك ايضا الديسبليسمنت، يعطيك حتى الديسبليسمنت. والتول جوينت كونكشن هي منطقه الوصله الموجوده في الدريل بايب. كل دريل بايب عنده في الاسفل اسطوانه صغيره يقولوا لها التول جوينت. التول جوينت هذه الوصله يتم عاده لحمها بالدريل بايب، وهذه الوصله تستخدم لربط الدريل بايب بدريل بايب اخر او بدريل كولر او اي معده اخرى مستخدمه في الحفر. لو خذينا احنا الاي دي، لو انت عندك آلة حاسبة وخذيت الاي دي هو القطر الداخلي للانابيب اللي هو 1.815 وربعتها وقسمتها ل 10.24.4 راح يعطيك الكاباسيتي اللي احنا حسبناها سابقا في القانون اللي هي 0.0320. هذه لو خديت الاي دي هو الرقم هذا اللي هو الاي دي وقسمتها ل 10.24.4 ربعتها وقسمتها ل 10.24.4 راح يعطيك الرقم اللي هو الكاباسيتي. بس السؤال هنا، لو حسبنا الديسبليسمنت للدريل بايب خدينا كيف ما هو مذكور في القانون، الاو دي اللي هو 2.375 ناقص الاي دي بتاع الدريل بايب اللي هو 1.815، خدينا هذا ربعناه 2.375 تربيع ناقص 1.815 تربيع وقسمناه ل 10.29.4 مش رح يعطيني الديسبليسمنت هي الموجودة في الجدول، مش رح يعطي الرقم هو اللي هو 0.0245. مع اني انا رياضيا theoretical استخدمت القانون ومفروض القيمة هذه تكون مطابقة للقيمة اللي انا طلعتها بالقانون، لكن هي استحالة تطلع. السؤال هنا او الكويز اللي رح نطرحها عليكم وتحاولوا انكم انتم تجاوبوه تبحتوا، ليش الديسبليسمنت اللي موجودة في الجدول غير الديسبليسمنت اللي انا نحسب فيها بالمعادلة، يعني مين جاب الديسبليسمنت هي، بينما الكاباسيتي طلعت نفسها. لو خديت الاي دي 1.815 تربيع على 10.24.4 رح يعطيني نفس الرقم 0.0320، تقدر تجربها. لكن الديسبليسمنت مفروض الديسبليسمنت اللي هنا اللي هي او دي تربيع ناقص اي دي تربيع على 10.24.4 مفروض تطلع نفس التيوريتيكال، بس انا اعطاني ديسبليسمنت اخرى مغايرة. السبب واي
بيك تبحث وتشوف ليش نحن الديسبليسمنت هنا غير الديسبليسمنت اللي نحن حسبناه. انا ذكرت لك في الباوربوينت هنا الجداول القياسيه اللي خاصه بالكاباسيتي بتاع الكيسينج، وايضا هني عقاب الكاباسيتي اوف الكيسينج هنا اعطيناك الجدول الخاص بالدريل بايب. هذا جدول خاص بالدريل بايب، وهذا اللي خاص بالهيفي ويت دريل بايب، وهذا خاص ايضا بالدريل كولر كاباسيتي اند ديسبليسمنت. نفس الامر يعني يعطيك الاو دي ويعطيك الاي دي ويعطيك الويت ويعطيك الكاباسيتي ويعطيك اصلا الديسبليسمنت. الكويز او السؤال اللي نبيكم تبحثوا فيه هن سؤالين في محاضره اليوم. طبعا الكويزات المطلوب منكم انكم تبحثوا عليها في المراجع، وفي نفس الوقت راح يجي منها جزء في الامتحان. اولا ال10 29.4 اللي صادفتني في كل القوانين، هذه كيف جت؟ شنو قصة العشرة 29.4؟ ما هو التحليل أو التفسير الرياضي لهذا الرقم؟ هذا الرقم منين جاء؟ ليش أنا لما نقول ID تربيع لعشرة 29.4 أو دي تربيع ناقص ID تربيع لعشرة 29، منين جت عشرة 29.4؟ السؤال الثاني، ليش الديسبليسمنت هذا اللي بدي تكلمنا عليه، ليش الديسبليسمنت أو البايب ديسبليسمنت المحسوبة تيوريتيكال بالمعادلات اللي تكلمنا عليها مخالفة ومغايرة للديسبليسمنت الموجودة في جدول الـ ABI ستاندرد؟ شنو السبب؟ في سبب خلى أن هناك خلاف أو عدم تطابق في هذه القيمة. أولا أنا حاولت تكون المحاضرة الأولى خفيفة ومركزة بالمعلومات، ما نبيش تصير عملية ملل ودش للمعلومات بشكل كبير نحن لسنا في حاجة له. إن شاء الله طبعا هذه هي المحاضرة رقم واحد، بالمعلومات اللي نحن خديناها في المحاضرة رقم واحد رح ننتقل بعدها مباشرة للمحاضرة رقم اثنين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمتها، وبإذن الله نلتقي أنا وإياكم في المحاضرة رقم 2، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محدثكم خالد الساحلي.